بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب أصول الإيمان لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الدرس 15. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التجرد في القول وترك التكلف والتنقل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه. تجوز بالقول الاختصار، الإنسان يتكلم بقدر الحاجة ولا يزيد في الكلام شيئا لا يحتاج إليه، لأن هذا يثقل السامع ويمله، وربما ينسي معنى الكلام الذي يقصده، يضيعه. كثرة الكلام يضيع فيها المعنى، قلة الكلام والاختصار يتضح فيها المعنى ويستريح السامع. ولهذا كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا، وكان وجيزا، وكان معدود الكلمات كما يأتي بالأحاديث، ما كان يتكلم بأكثر من الحاجة. ولهذا كانت خطبه تحفظ وأحاديثه تحفظ، لأنها من جوامع الكلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: أوتيت جوامع الكلم. ترك التنطع وهو إظهار البلاغة والفصاحة كما يفعل بعض المتحدثين أو بعض الخطباء، كذلك لا يأتي، يعني يكون يؤدي الكلام بأسلوب واضح وعبارات واضحة، ولا يأتي بعبارات غريبة أو أسلوب معقد يريد بذلك إظهار شخصيته وإظهار كما يقولون، فيختار الألفاظ الواضحة التي لا لبس فيها، ولا يتعمق بكلمات غامضة أو غريبة حيث يصعب على السامع فهمها. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: البلاء والعلم شعبتان من الإيمان، والبلاء والبلاء شعبتان من النفاق. رواه الترمذي. الحياء، نعم. الحياء والعلم شعبتان من الإيمان. الحياء والعلم شعبتان من الإيمان. الحياء خلق يمنع الإنسان مما يستحيا من قوله أو ظهوره، يمنع الإنسان، خلق يمنع الإنسان مما لا يليق، هذا هو الحياء المحمود، وهذا من الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الحياء الذي يكف صاحبه عما لا يليق هذا هو المطلوب، وهذا هو الذي يكون من الإيمان، انخصال الإيمان ومن شعب الإيمان. أما الحياء الذي يمنع صاحبه من التعلم
والسؤال عما يحتاج إليه ويمنع صاحبه من التعليم والدعوة إلى الله ومن الأمر بالمعروف نهي عن المنكر، هذا حياء مذموم، وهذا في الحقيقة خجل وليس حياء، هذا خجل وهذا مذموم. الله جل وعلا يقول: والله لا يستحيي من الحق. الحياء الذي يمنع من الحق هذا حياء مذموم، وليس هو الحياء الممدوح. والعي يعني قلة الكلام، ليس المراد بالعي العجز عن الكلام، المراد بالعي قلة الكلام، يكون في هذا شاهدا للباب قلة الكلام والاقتصار على ما يحتاج إليه ولا يزاد في الكلام شيئا لا يحتاج إليه، هذا هو العي، هذا من الإيمان أيضا. فإن صاحبه يدل، فإن صاحبه يكون متصفا بالإيمان، فإن كان يريد المدح ويريد الثناء هذا من النفاق، لكن إذا كان يريد بيان الحق ولا يريد المدح والثناء هذا من الإيمان. فقلة الكلام والاقتصار على ما يحتاج إليه هذا من الإيمان، يدل على أن صاحبه لا يريد مدحا ولا يريد ظهورا وإنما يريد بيان الحق، لذلك صار من الإيمان. كثرة الكلام هذا من النفاق، لأنه الغالب أن صاحبه يريد الظهور ويريد المدح. نسأل الله التوفيق، لأن كثيرا من المتحدثين الآن من النوع الثاني إلا من رحم الله، ولذلك يقشقون بالكلام ويتشدقون ويغربون والناس يتجمعون عليهم. وأما الذي يقتصر على المفيد هذا الناس تجدهم ما يتجمعون له ويظنون إن ما عنده علم، ما عنده كثير الكلام عندهم إن هذا هو العالم، قليل الكلام المفيد هذا عندهم إنه ليس بعالم، ولذلك لا يحضرون عنده ولا. لكن ما يهم هذا، إنسان ما هو قصده كثرة الناس أو قلة الناس، قصده بيان الحق وإظهار الحق، كثروا أو قلوا، بل القلة الجيدة أحسن من الكثرة غير الجيدة. نعم البداء هل في مقابل الحياة، البداء من البداء وهي الإساءة إلى الناس تعدي عليهم هذا من النفاق، لا من خصال المنافقين والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا قد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هذه صفات المنافق، هم الذين يؤذون الله ورسوله ويؤذون المؤمنين والمؤمنات بكلامهم وغمطهم، هذا من النفاق. والبيان يعني كثرة الكلام، كثرة الكلام، وإلا سيأتي أن البيان منه ما هو ممدوح، البيان الذي يظهر الحق ويوضح للناس هذا مطلوب ومحمود، أما البيان الذي يحمل صاحبه على المراءاة حب الظهور هذا من النفاق. وعن أبي معاذ قوله البداء هذا يقابل الحياء، وقوله البيان هذا يقابل العي يعني قلة الكلام، المراد بالبيان هنا كثرة الكلام بدون فائدة. نعم. وعن أبي معاذ رضي الله عنه قال:
وعن أبي جعفر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحبكم إلي وأقربكم مني يوم القيامة فحاسبكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأطعنكم مني مساوئكم أخلاقا. نعم، أول الحديث فيه الحث على حسن الخلق. أحاسنكم جمع حسن، أي حسن الخلق. حسن الخلق هذا يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون منزله يوم القيامة قريبا من منزل الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا حسن الخلق، لا شك أن حسن الخلق أنه ميزة عظيمة يمتن الله بها على من يشاء من عباده. ولهذا مدح الله نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت له، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الرسول حسن الخلق، أكمل الناس خلقا، وهو يحب محاسن الأخلاق، يحب حسن الخلق. وإذا أحبه الرسول صلى الله عليه وسلم هذه ميزة عظيمة. فهذا فيه الحث على حسن الخلق. وكما ذكرنا أن حسن الخلق نعمة من الله يعطيها الله من يشاء، وهذا من الله، من لا بصنع العبد. ولكن على العبد أنه يحاول أن يحسن أخلاقه، يحاول أن يحسن أخلاقه ويربي نفسه على ذلك، ويعود نفسه حسن الخلق، يتربى على ذلك تعود. وإن كان أصل حسن الخلق هذا من الله، ولكن العبد مطلوب منه أن يتسبب في هذا، وأن يتواضع، وأن يحسن أخلاقه مع الناس. وأبغض الخلق إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مساوئ الأخلاق الذين أخلاقهم سيئة، والمتشدقون، نعم، المتنطعون، نعم، الثرثارون، المتشدقون، المتفيهقون. ثرثارون يعني كثير الكلام، الثرثار هو كثير الكلام. قال الشاعر: وزن الكلام إذا نطقت ولا تكن ثرثارة في كل ناد تخطب، لا تكن ثرثارة في كل ناد تخطب. الثرثار هو كثير الكلام. المتشدق الذي يملأ شدقه إذا أراد أن يتكلم، يملأ شدقه وفمه تعاظما وإعجابا بنفسه. وكذلك المتفيق هو المتكبر، متفيق المتكبر. هذه صفات ذميمة، والشاهد منها للباب آخر الحديث: الثرثارون، المتشدقون، المتفيقون. هذا الشاهد للباب. نعم. وعن سالم بن ابي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعه حتى يقول قوم ياكلون بالسنتهم كما تاكل البقر بالسنتها. رواه احمد وابو داود والترمذي. قال: فيه ذم للذين يمدحون الناس بما ليس فيهم من أجل الحصول على عطائهم أو على طمع منهم، فيأتي عنده ويمدحه ويثني عليه من أجل
أن يحصل على طمع منه يأكل بلسانه، هذا هو الذي يأكل بلسانه، يعني يستعمل كلامه لأجل الأكل، فهو يمدح الناس ويكثر المدح لأجل هذا، لا سيما الأمراء والملوك، فهذه صفة ذميمة، هذه صفة ذميمة، وطلب الرزق ليس بهذه الطريقة. الذي يطلب الرزق بالوجوه المشروعة لا بالنفاق والتملق، كثرة المدايح، كما تأكل البقرة، هذا تمثيل يقصد منه الذم، شبه الرجل، رجل شبهه ببقرة حيوان، فهذا ذم. البقرة تأكل بلسانها، إذا لحقتم البقرة تجدونها تجمع الأكل بلسانها، تدخله إلى فمها من الشجر ومن، فهذا مثل البقرة يأكل بلسانه، فهذا تمثيل ذم، تنفير من هذا العمل. كيف رجل إنسان يشبه بالحيوان؟ نعم. وعن عبد الله بن عبد رضي الله عنهما مرفوعا: إن الله يؤخذ البليغ من الرجال كي يتقلل في لسانه كما تتقلل البقرة في لسانها. رواه الترمذي وأبو داود. هذا مثل الذي قبله، البليغ الذي ينمق الكلام بالمدح والثناء من أجل أن يحصل على طمع، فيستعمل كلامه ولسانه وبلاغته لأجل التأكل بذلك، هذا مذموم، هذا مذموم. الله جعل أسبابا لطلب الرزق غير هذه الطريقة، غير طريقة اتخاذ اللسان والمدح وتحسين الكلام وتنميقه من أجل طمع الدنيا ومن أجل استمالة الأغنياء وأصحاب الثروات ليأخذ من أموالهم، ليس هذا هو طريق طلب الرزق. وكما في الحديث السابق شبهه صلى الله عليه وسلم بالبقرة حيوان، وإنسان كرمه الله لكن هو لم يكرم نفسه، فصار مثل البقرة البهيمة حيوان. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم صوت الكلام ليشبه به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عملا. رواه أبو داود. من تعلم صرف الكلام يعني تحسين الكلام تنميقه من أجل أن يستميل به الناس، هذا مثل الحديث الذي قبله، يأكل بلسانه، يأكل بلسانه، هذا مذموم، وعليه وعيد شديد أن الله يوم القيامة لا يقبل منه صرفا ولا عدلا. قالوا الصرف هو الفريضة والعدل هو النافلة، أي لا يقبل الله منه نافلة ولا فريضة، وهذا وعيد شديد، هذا وعيد شديد بحق من يتعلم البلاغة والخطابة والشعر من أجل أن يتأكل بلسانه. أما من تعلم البلاغة لأجل أن يحسن اللفظ والخطاب فيما ينفع وفيما يفيد واستمالة قلوب الناس إلى الخير، هذا طيب، لا شك أن حسن الكلام أنه يستميل الناس، لكن إن استملت الناس لأجل طمع الدنيا فهذا مذموم، إن استملتهم لأجل الدين فهذا شيء طيب.
هذا شيء طيب إن الإنسان يستعمل فصاحته وبلاغته وحسن نطقه في تعليم العلم والدعوة إلى الله وإرشاد الناس إلى الخير. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قال: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا يرحمه كل من يسمع. كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلا، كما قال تعالى: إنه لقول فصل، فصل بين الحق والباطل، واضح ما فيه غموض ولا فيه التباس، فصل يفصل بين الحق والباطل. هكذا كان كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، كان فصلا يفهمه كل من يسمعه، ما كان يتكلف الألفاظ الغريبة، وإنما يختار الألفاظ التي يفهمها السامعون. يسمع كل ما يفهم من حضر من العوام والمتعلمين والمثقفين، هذا هو المقصود، أنك تفهم السامعين فتختار الألفاظ الواضحة البينة في خطبة الجمعة، في المحاضرة، في محادثة الناس، تأتي بألفاظ يفهمها الحاضرون، ولا تأتي بألفاظ لا يفهمها إلا القليل من الحاضرين. هذا هو المطلوب. فهذا فيه بيان اختيار الألفاظ والأساليب التي يفهمها من تخاطبهم. ولهذا قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فالمتحدث والخطيب يختار الألفاظ الواضحة البينة التي لا لبس فيها، ويختار من الأدلة أيضا الأدلة المحكمة الواضحة، ولا يأتي بالأدلة المتشابهة يضل الناس بها. هكذا يعني يجب أن يعتني المتحدث، يعتني بحديثه، وأن يراعي الحاضرين. يمكن الحاضرين عوام، خاطبهم بما يفهمون. حاضرين متعلمون، خاطبهم خطاب العلماء. فتخاطب كل إنسان بما يليق به وبما يفهمه. أما أنك تخاطب العوام بلغة العلماء، أنا لا، ما يصلح. أو تخاطب العلماء بلغة العوام، هذا ما يصلح. وإن كانوا مختلطين من علماء وعوام، هات اللفظ الذي يصلح للجميع، يصلح للجميع. نعم. نعم، وكان صلى الله عليه وسلم يقلل الكلام، يأتي بكلمات لو عدها السامع لعدها لقلتها ولجزالتها، ولأنها من جوامع الكلم وفصل الخطاب. هكذا كان كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لو أراد أن يعد الكلمات لعد في الخطبة وفي غيره. أما الآن تستطيع تعد كلمات بعض الخطبة ساعة أو أكثر من الساعة، تستطيع تعد كلماته، ولو سألت الحاضرين ماذا استفدتم؟ قالوا والله ما فهمنا شيء، والله ما فهمنا شيء، دوخنا بالكلام ومللنا ولا ندري وش قال من أوله ولا من آخره. هذا ما الحقيقة، ما أدى الواجب عليه، ولا يقلل الكلام ويوضحه
وسهلة على الناس حتى يستفيدوا. نعم. وقال إنه لم يكن يسر القديم كسبكم صلى الله عليه وسلم. وكذلك من صفات خطاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يترسل في الكلام، يترسل في الكلام، ما يسرع بحيث يفوت على السامع، وإنما يترسل بالكلمات شيئا فشيئا. هذه صفات كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه كان لا يكثر الكلمات وإنما يمكن يعدها السامع، وثانيا أنه يختار الألفاظ الفصل الواضحة التي لا تحتاج إلى أن يسأل عن معناها، واضحة من نفسها. ثالثا أنه كان يتمهل في إلقاء الخطاب، ما كان يسرده، لأن بعض الخطباء يجيب له 20 صفحة ويسردها علشان يخلص منها، لأنه لو تمهل أخذ ساعات، فهو لا هو اللي خطب ولا هو اللي أفاد السامعين، وإنما قرأ هذا كلاما غالبه لا يفهم. نعم. ولذلك الخطب المروية عن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأيتها وجدتها يمكن بعضها نصف صفحة أو أقل، خطبة كاملة نصف صفحة، لكن لو شرحت لا بلغت مجلدات، لأنها من جوامع الكلم. فله من الشأن في أنك تتكلم، الشأن في أنك تفيد ولو كان كلامك قليلا، أن يعني بعض الناس أو كثير من الخطباء اليوم يريد أنه يشغل الوقت ويأتي بكلام كثير، ولو أنه جاب نصف صفحة وقالوا الناس هذا ما خطب، لأن الناس اعتادوا، عودهم هؤلاء الخطباء عودوهم التطويل، فلو أنه جاب نصف صفحة الناس قالوا ما خطب. إذا رجعنا إلى خطب الأقدمين من العلماء من الأئمة ندونها الآن، نجد الطويلة منها تبلغ صفحة، طويلة من الخطب تبلغ صفحة، مثل خطب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله موجودة الآن، خطب المخضوبي، خطب غيرهم غيرهما، خطبهم مدونة. ما لو خطبه واحد من اليوم كان الناس ما يحضرون، يقولون ما هو بخطب هذا، ليه؟ لأنه ما يطول ويشعب الكلام. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم العبد مغتالا في الدنيا وقلة نفسه تغترب منه فإنه يلقى الحكمة، رواه البيهقي في سور الإيمان. نعم، هذا فيه الترغيب في قلة الكلام، في قلة الكلام. فالذي يزهد في الدنيا يعني لا يتعلق قلبه بالدنيا ويصير قلبه متعلق بجمع المال، وإنما يكون قلبه متعلق بالعمل الصالح ويأخذ من الدنيا قدر ما يعينه. ليس الزهد أنك تترك الدنيا، لكن الزهد أنك تترك ما لا تحتاج إليه، الزهد أنك تترك ما لا تحتاج إليه. أما إذا أخذت ما تحتاج إليه هذا لا يخالف الزهد مع قلة الكلام، لأنه ما له حاجة، ما هو مثل اللي سبق ذكرهم أنهم يكتسبون بألسنتهم، هذا ما هو يكتسب بلسانه، ولذلك قليل كان لا يتكلم إلا بقدر الحاجة. فإذا رأيتم من اجتمعت فيه الصفتان، الزهد في الدنيا مع قلة الكلام، فارغبوا فيه وبمجالسته، لأنه يلقى الحكمة من قبل الله سبحانه وتعالى. نعم. والحكمة هي الفطر،
هي الفقه في دين الله عز وجل. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وتطلق الحكمة ويراد بها وضع الشيء في موضعه، وضع الأشياء في مواضعها، وتطلق ويراد بها الفقه في الدين. ويعلمهم الكتاب والحكمة، قيل الحكمة هي السنة، وقيل الحكمة هي الفقه في الدين. نعم. ولا خلاف بين المعنيين، لأن السنة هي الفقه في الدين أيضا. نعم. وعن هريرة رضي الله عنه قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان من الملائكه سترى، وان من العلم جهلا، وان من السرج بكرا، وان من القول عيالا. ان من البيان سحرا، البيان هو البلاغه، هو بلاغه القول. سحر بمعنى أنه يجذب الأسماع ويغير الأشياء. البليغ يستطيع يصور الحق باطلا ويصور الباطل حقا ببلاغته، فهذا هو السحر. لأن السحر يغير الحقائق، السحر يغير الحقائق، وهذا نوع من السحر، نوع من السحر فيه تغيير الحقائق، لأنه يقلب الحق باطلا والباطل حقا، ولذلك سمي سحرا. وليس هو السحر اللي هو كفر، وإنما هو سحر كلامي يسحر الناس ويستميلهم. ولهذا يقول الشاعر: في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبير. تقول: هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تشاء قلت ذا قيء الزنابير. مدحا وذما وما جاوزت وسطهما، قول البليغ يجعل الظلماء كالنور. يعني البليغ يستطيع أنه يغير الأشياء عن حقائقها ببلاغته. هذا معنى إن من البيان لسحرة. قالوا بعض العلماء يقول: هذا من باب الذم، الرسول قال أنه سحر، فهذا من باب الذم للبلاغة. والبعض الآخر يقول: لا، هذا من المدح، هذا من المدح للبلاغة. والصواب أن البلاغة لا تذم ولا تمدح لذاتها، وإنما تمدح أو تذم لما تستعمل فيه. فإن استعملت البلاغة لبيان الحق فهذا محمود، وإن استعملت البلاغة لنصرة الباطل فهذا مذموم. فالبلاغة حسب ما تستعمل فيه. ولذلك كان من الخطباء والشعراء من اتخذهم الرسول صلى الله عليه وسلم، اتخذ من الخطباء من يخطب عند الوفود، واتخذ من الشعراء مثل حسان بن ثابت وكعب بن مالك وكعب بن زهير وعبد الله بن رواحة، اتخذ من شعرهم نصرة للدعوة، نصرة للدعوة. فالبلاغة إذا استعملت في ما ينفع المسلمين فهي محمودة، وإذا استعملت فيما يضر المسلمين فهي مذمومة. نعم. وإن من العلم جهلا، قالوا هذا معناه إذا أن العالم دخل فيما لم يبلغه علم، إذا العالم دخل فيما لم يبلغه علمه فإنه ينقلب إلى جهل. فالعالم يتوقف عند علمه، ولا يتكلف ما لا يعلمه. هذا من أدب العلماء، إن العالم يقف عند علمه.
ولا يتكلف ما لا يعلمه، فإن تكلف ما لا يعلمه صار جهلا. نعم. وإن من السعر لحكمة. سعر معروف، سعر معروف أنه من أنواع الكلام. الكلام ينقسم إلى قسمين، إلى نثر وإلى شعر. والشعر كالبيان أو النثر، إن استعمل في نصرة الحق فهو محمود، فالذي يستعمل شعره للدعوة إلى الله والرد على أهل الباطل كحسان بن ثابت رضي الله عنه هذا محمود. وأما الذي يستعمل شعره في الباطل في المجون، يستعمله في المجون والغزل والعشق أو لمدح الخمر والمعاصي فهذا مذموم، هذا مذموم. فالشعر منه ما هو ممدوح وفيه حكمة، من الشعر إلى حكمة. ولذلك تجد بعض الشعراء ينطق بالحكمة في شعر، مثل المتنبي. المتنبي شعره حكمة، كثير من الحكم في شعره. كعب بن زهير أيضا من شعراء الحكمة. وحتى رئيس الشعراء اللي هو شعراء الجاهلية أيضا في شعره حكمة، في شعره حكمة. فالشعر كغيره من الكلام فيه مدح وفيه ذم، فما يستعمل منه في الخير فهو ممدوح، ما يستعمل منه في الشر فهو مذموم. كذلك الشعر فيه لغة، ديوان العرب. الشعر هو ديوان العرب، تؤخذ اللغة منه. شعر الجاهلية وشعر صدر الإسلام تؤخذ اللغة العربية منه، شواهد اللغة من أشعار الشعراء، يجدون شواهد النحو كلها من شعر امرئ القيس ومن شعراء المعلقات السبع ومن شعراء بني أمية، تؤخذ منها اللغة العربية ويؤخذ منها الحكم والأمثال ويؤخذ منها المواعظ، لأنها أيضا فيها مواعظ. ففي الشعر فيه ما هو محمود ومفيد، لا يزهد فيه كله ولا يمدح كله، حسب ما يستعمل. نعم. وإن من القول عيالة. عيالة العائل هو الذي يمشي على غير طريق، عائل يقولون عائل وضال وضايع. ومعنى من القول عيالة يعني إذا خاطبت من لا يصغي لك، والعوام يقولون يعيل عليه، يعيل عليه يعني هو ما يبيه لكن هو يعيل عليه غصب. فمن القول عيالة يعني إذا خوطب به من لا يستمع إليه. فإذا رأيت الإنسان ما يصغي لك فلا تكلمه، لأن هذا من العيال يعني من الضياع، هذا من الضياع. نعم. وعن عمرو رضي الله عنه انه قال يوما وقال رجل فانكر القول، فقال عمرو لو قصد في قومه لكان خيرا له، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد رايت او ظننت ان اتجوز في قول، فان الجواز هو خير. رواه داود. نعم. تكلم رجل عند عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكان أميرا على مصر. عمرو بن العاص كان أميرا على مصر في زمن عمر بن الخطاب
تكلم رجل عنده فأكثر القول فانتقده عامر رضي الله عنه وقال لو تجوز يعني لو اختصر. ثم ذكر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم الحديث فإن رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لا أخبر عليك أرغم أن أتجوز بالقول فإن الجواز مرتين. لقد رأيت أو أمرت أن أتجوز في القول يعني أن أختصر ولا أكثر القول. هذه صفة كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كما سبق. فإن التجوز فيه خير فيه خير لأنه يحصل به المقصود بدون تكلف وبدون إتعاب للسامع. وقوله فيه خير دليل على أن عدم التجوز فيه شر فيه شر وفيه كما سبق أنه يؤول إلى أمور مذمومة وأيضا يخلق المعنى الذي تريده. فإذا أردت أنك توضح المعنى اختصر الكلام وإذا أردت أنك تضيع المعنى طول الكلام. هذا شيء معروف شيء معروف. فهذا من أعظم آداب الكلام إن الإنسان لا يتكلم إلا بقدر الحاجة ولا يتكلم إلا إذا كان للكلام مناسبة وإلا يكون من القول عيالة كما في الحديث الذي مر. يكون عيالة إذا تكلمت غير مناسبة ومن لا يصغي إلى كلامه يكون هذا من العيال يعني من الكلام الذي يضيع ولا يستفاد منه. يا ليت الناس يتأدبون بهذه الآداب العظيمة خصوصا الذين يتحدثون على المنابر أو في النوادي أو في الندوات أو في أو الدروس إنهم يختصرون الكلام قدر ما يفهم السامعين ويتناسب مع مستواه. نعم. نعم انتهى كتاب أصول الإيمان ونبدأ إن شاء الله في كتاب فضل الإسلام. فضل الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب لأنه يناسب أن يقرأ بعد هذا الكتاب هذا في الإيمان وهذا في الإسلام. نعم. الشيخ رحمه الله كما ترون ما هو يجيب كلام من عنده أي يجيب إلا نصوص من كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه يبوب لها يجعل لها ترجمة تدل على المعاني التي يشتمل عليها الباب. هذا من فقهه رحمه الله وحسن تعليمه أنه في مؤلفاته يعتمد على الأدلة إنما عمله أنه يضع ترجمة ويورد بعدها ما يناسبها من الآيات والأحاديث كما في هذين الكتابين كتاب أصول الإيمان وفضل الإسلام. وفي كتاب ثالث أيضا كتاب الكبائر كتاب الكبائر له نفس الشيء أحاديث. نعم. لا يجوز هذا القول يقال الله في كل مكان هذا قول الحلولية والعياذ بالله هذا كفر. وإنما يقال الله في السماء كما قال الله جل وعلا أأمنتم من في السماء استوى على العرش وهو القاهر فوق عباده فيقال الله في العلو وعلمه في كل مكان علمه في كل مكان. ولهذا قال جل وعلا إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وأما قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله معناه معبود
الإله معناه المعبود، أي أن الله معبود في السماء تعبده الملائكة، ومعبود في الأرض يعبده عباده المؤمنون. نعم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، مثل بالذباب أقل شيء، مثل بالذباب أقل شيء. وفي قوله تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، قالوا القرآن هذا الكلام هذا اللي يقوله محمد يمثل بالحشرات بالعنكبوت بالذباب. الله جل وعلا رد عليه قال إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوق، لا يمنعه سبحانه وتعالى أن يمثل بهذه الأشياء، لأنه يريد أن يبين لعباده الأمور، يبين لهم بطلان الشرك. فضرب المثل بالذباب، أن الأصنام ما تستطيع تخلق شيئا ولو أتفه الأشياء وهو الذباب، وأن المشركين باتخاذهم الآلهة مثل العنكبوت الذي اتخذت العش بيتا لها من العش، لا يقيها من الشمس ولا من المطر ولا من الريح كذلك الأصنام لا تنفع أصحابها. هذا هو المقصود. نعم. الرد على الذين يعترضون على ضرب الأمثلة في القرآن. نعم. نرد عليهم بعمل الرسول صلى الله عليه وسلم، هل الرسول جلس في المدينة حتى جاءه المشركون أو أنه غزاهم؟ الرسول غزاهم في بدر وفي حنين وفي الفتح، غزوة الفتح. الصحابة هل جلسوا في المدينة ولا غزوا المشارق والمغارب ونشروا الإسلام؟ الرد عليهم من العمل، عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل أصحابه، قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، حتى ولو ما قتلونا فقاتلهم لأجل إعلاء كلمة الله، من أجل نشر الإسلام الذي هو دين الله، وإبطال الكفر والشرك الذي هو دين الشيطان. ولا نترك الناس يهلكون، لا نترك الناس يهلكون ويدخلون النار وعندنا القدرة على التسبب في إنقاذهم، هذا يكون من الغش للبشرية. الله حملنا هذا الدين فسيسألنا عنه، لا بد أن نبلغه للبشرية، ولا تبلغ البشرية إلا بالجهاد، لأن فيه طواغيت فيها أعداء لا يريدون المسلمين أنهم ينشرون الدعوة ويعلمون الناس الإسلام، رؤوس الكفر طواغيت، لا بد من جهادهم حتى ينتشر الإسلام. نعم. الله يقول ما هي حدود جزيرة العرب عند العلماء لكثرة القول فيها هذه الأيام عبر وسائل الإعلام؟ الأشياء الواضحة ما يحتاج إلى سؤال، جزيرة العرب معروفة، هي التي تحيط بها البحار، الجزيرة هي القطعة من الأرض التي يحيط بها الماء، جزيرة العرب معروفة تحيط بها البحار من جميع الجوانب، هذه جزيرة العرب التي يسكنها العرب من قديم، العرب يسكنون في هذه القطعة من الأرض التي تحيط بها البحار من الشرق ومن الغرب ومن الجنوب، وكل أهلها عرب، جزيرة العرب التي يسكنها العرب في الشام في نجد في الحجاز في اليمن في الشرق في الأحساء هجر العراق، كل هذه جزيرة العرب. نعم. وعمر رضي الله عنه أجلاهم من جزيرة العرب، أجلاهم من الشام من أذرعات، وأجلاهم من خيبر، هذا يدل على أن جزيرة العرب ممتدة
وهذا مما لا يحتاج إلى بيان، لكن اللي يريدون المغالطة يذهبون إلى أشياء غريبة. نعم. أتعرف الله قال رسول الله عليه وسلم في وأذكر لكم رسالة كتبها الشيخ بكر شفاه الله في جزيرة العرب، بيّن فيها حدود جزيرة العرب والقول الصحيح في من الأقوال فيها، وبيّن أحكامها، رسالة جيدة ومطبوعة. نعم. قال رسول الله عليه وسلم يسترقون الجنة بغير إسلام، قال أنهم لا يرقون ولا يسترقون. لا، ما قال لا يسترقون، ما قال لا يرقون، قال لا يسترقون، يعني لا يطلبون من غيره، لأن هذا السؤال للناس فيه ذلة. وأما أنهم يرقون هذا مشروع، الرسول صلى الله عليه وسلم رقى ورقي، وهذا فعل خير، أنك ترقي المريض تدعو له بالشفاء، هذا فعل خير. إنما المكروه ما هو ممنوع ولا حرام أنك تطلب الرقية من غيرك، لكنه مكروه، كراهة التنزيه، لأن الاستغناء عن الناس أحسن، هذا المطلوب. نعم. هذه رقية، هذه طيب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، كان ينفث في يديه ويقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين، ويمسح بهما ما استطاع من جسده عليه الصلاة والسلام. وهذا ما ليس استرقاء، هذا الرقية يرقي نفسه. نعم. أتابكم الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورقت مقرأ بكل عين كأنك قد ورقت كما تجاوز. نعم. يقول قال عيسى رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم خلقت مبرأ من كل عيب مبرأ كأنك خلقت مبرأ حال على حال. نعم. كأنك قد خلقت كما تشاء، كأنك قد خلقت كما، يعني أن الله أعطاك ما تحب، أن الله أعطاك ما تحب وترغب، فكأن الله خلقك كما ترغب وكما تشاء أنت، مع أن الخلق كما يشاء الله سبحانه وتعالى، لكن يقول إن الله أعطاك ما تحب وما ترغب. نعم. قال الله هل يعني الخلق الذي يجب علينا أن نتحدى به وأن نترك من يلقي علينا بالكلام وغيره؟ نعم، العفو مطلوب، من أساء إليك فالأحسن أنك تعفو عنه، تسامحه، هذا من حسن الخلق. الله جل وعلا يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ويقول سبحانه ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الإعراض عن الجاهلين وعن المتطاولين عليك هذا حسن خلق، ما في شك. ولو أنك أخذت بحقك واقتصصت هذا جائز، جائز القصاص، جزاء سيئة سيئة مثلها قصاص. نعم. أتابعكم الله. بعض الأحيان يكون الشعر بلا هدف، ولكنه من باب إدخال الشرور على حد المسلم. كيف؟ يقول بعض الأحيان يكون الشعر بلا هدف، لكنه بلا هدف. يصير هذيان، إذا صار بلا هدف يصير هذيان، لازم يصير له هدف. نعم. لكن يقول باب إدخال الشرور على حد المسلم. إيه، لكن ما يصير هنا شعر بلا هدف. إدخال السرور على قلب المسلم هذا هدف، هذا هدف. نعم. تبارك الله. عندما يظهر الإنسان المسرح لذبح ذبيحة في بيته أو لغيره لا
يعلم حال عامل المصلح كيف؟ يقول عندما يدعو الإنسان للمصلح لذات النبي حقيقي لبيته أو لغيره وهو لا يعلم حال عامل المصلح فهو مسلم أم لا؟ هذا من التنطع، هذا من التنطع اللي في بلاد المسلمين وجابتهم الجهة المسؤولة للذبح في البلد وهي البلدية، ما يجيبون إلا مسلم، بلديات ما تجيب إلا مسلم، واللي يذبح في بلاد المسلمين حلال، الأصل فيه الحل، فأحسن الظن ولا يكون عندك شكوك في هذا الأمر. نعم. أحسن الله عليكم. هل الدعاء مستجاب بين الأذان والإقامة أم بعد الصلاة المفروضة؟ نعم. كلهم بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام وبين الأذانين، يعني بين الأذان والإقامة وبعد الإقامة وبعد الصلاة، كلهم مظنة الإجابة. نعم. هذا غلط، تسمى تكبيرة الانتقال، تكبيرة الانتقال تكون حال الانتقال من ركن إلى ركن، فيكبر في حال الانتقال قبل أن يدخل في الركن المنتقل إليه، فاللي يؤخر بعض العلماء يقول تبطل صلاته، لكن صاحب الروض المربع يقول هذا قل من يسلم منه، يعني الإنسان يسهو ولا يكون جاهل، فلو أنه حكم ببطلان الصلاة بطل الصلاة كثير من الناس، لكن يقال أنه خلاف الأولى خلاف المطلوب، فيأتي بالتكبير حال الانتقال، إذا انحط من القيام إلى السجود يكبر في أثناء انحطاطه، إذا قام من السجود إلى الجلوس يكبر في أثناء ارتفاعه من السجود ولا يؤخر، إذا ركع يكبر في حال انحطاطه للركوع. نعم. وهكذا. أسألكم الله. يقول والدتي لها مد من جدي رحمه الله تعالى وهو مبلغ كبير، إذا كان من الأموال الزكوية النقود، النقود فيها الزكاة إذا حال عليها، إذا بلغت النصاب حال عليها الحول ففيها الزكاة. نعم. أن يجوز تغيير الشيء باللون الأحمر حيث أني نهيت البعض عن ذلك، وقال أنه قد أفتى بعض العلماء بالجواز، أفتى بعض العلماء بجوازه، لكن الرسول نهى عنه وتوعد عليه، فأيهما اللي ناخذ، كلام الرسول ولا كلام بعض الناس؟ ناخذ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، قال غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد، الذي حديث والد أبي بكر، وقال صلى الله عليه وسلم في أناس يأتون في آخر الزمان يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يدخلون الجنة أو لا يريحون رائحة الجنة، هذا وعيد يدل على أن هذا محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، كون بعض العلماء قال أنه جائز هذا خطأ، هذا يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الإنسان لصار له هوى يتلمس الأشياء اللي توافق هواه، وقد مر بكم قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به. نعم. أذاركم الله. امرأة تريد أن تدفع زكاتها مساهمة منها في زواج ابن أخيها، علما أن الزكاة لم تكفي وقت إبقائها للباقي 3 أشهر تقريبا من بلاد الفرق. إذا كان ابن أخيها فقيراً لا يستطيع أن يتزوج وتريد أن تعجل الزكاة له لا بأس، تعجيل الزكاة جائز، تعجيلها جائز لا بأس به،
لا سيما إذا كان لحاجة عرضت. نعم. هل تجب علي قراءة الفاتحة بعد الإمام وإذا لم أفعل أو لم يدع الإمام مجال للقراءة؟ المسألة فيها خلاف قوي، ولكن الأحوط إذا تمكنت من قراءة الفاتحة في سكتات الإمام تقرأ، وإذا لم تتمكن فإنك تنصت لقراءة الإمام إذا جهر قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذه الآية نزلت في الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. دخلت المسجد إن كان تؤمل أو تعلم أن فيه جماعة سيأتون انتظرهم، وإن كان ما تعلم أحد ادخل معهم ولا يفوت عليك الأجر مع الإمام، ادخل معهم وإذا سلمت تقوم وتأتي بصلاتك، حصل الأجر في الدخول مع الإمام ومع الجماعة. نعم. صفوف من الملائكة لا أدري، لكن الحديث عجب ربك من راعي غنم يؤذن ويصلي في الشعب، أو ما جاء بهذا المعنى أنه الحال في البر يؤذن ويصلي، هذا مما يعجب الله سبحانه وتعالى، فهذا فيه فضل عظيم، الإنسان يؤذن ويصلي ولو كان وحده في البر. نعم. صلى الله عليكم. وإذا كنت أريد قراءة القرآن في بعض الأحيان يتحدث الإمام المسجد فيأمرني الجماعة أن أصلي بهم، ولكني أرجو أحيانا لأني إذا تقدمت صلى الله عليه يظهر علي شدة الخجل ولا أصلي القراءة، فهل علي إثم في ذلك؟ وهل أرجو أن أصلي أم أصلي وأجاهد نفسي؟ جاهد نفسك، هذا عمل خير، والخجل يذهب يذهب إن شاء الله بقوة العزم وبتكرار هذا الشيء، يذهب الخجل. كثير من الناس كذلك، أول ما يبدون عندهم خجل ثم يذهب بإذن الله مع الممارسة فعليك بالعزم والتوكل على الله عز وجل يذهب عنك هذا الشيء. نعم. وأما إذا تأخرت فإنه يزيد عليك الخجل، يزيد عليك الخجل. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول لي أبناء عم يحبون الحق ويحبون ثيابهم ومن مدة 5 سنوات وأنا أبين لهم أن هذا حرام لا يجوز، استجاب أحدهم والباقون أصروا على ذلك، فهل يجوز لي صلتهم وهم جالسون؟ الصلة نعم تصلهم لأنهم أقارب لهم حق الصلة، وأما المجالسة إن كان تؤثر عليهم إذا جالستهم ونصحتهم تؤثر عليهم تجالسهم، وأما إذا لم تؤثر عليهم ولا يقبلون منك فلا تجالسهم، لا تجالسهم إلا على وجه تواصل النصيحة لهم لعل الله أن يهديهم. نعم. لا مندر رياضيا وكانت قصيرة بحيث لا تقصد الكعب ولكن نفسها سرات وقت الكعب، فهل في هذه الحالة أنسى الله مندرا أو لا يمكن أن يقطعها وأنسخ نفس الله؟ حسب البداية، هل بدأت المسح أول مسحة على الشراب يتعين أن تخلع وتمسح على الشراب، أما إذا كنت بدأت المسح على الجوار على الكندرة فإنك تمسح على الكندرة، فهذا حسب بداءة المسح على أي النوعين. نعم. يقول إذا وصلت القضية إلى الشرطة وكانت في حد
أما إذا بلغت الشرطة فلا يتجوز الشفاعة، لأن الشرطة نواب عن ولي الأمر، نواب عن ولي الأمر. أما قبل أن تبلغ المسؤولين ويكون في الستر عليه فائدة فيستر عليه، يستر عليه إذا كان في الستر عليه فائدة ويرتدع ويتوب. أما إذا كان إنه متمرس في فعل الفواحش والشرور فهذا يبلغ عنه، ولا يبلغ عنه كفا لشره، ولا يترك يزيد من الجرائم. لكن واحد ما حصل منه شيء إلا مرة واحدة أو عثرة، فهذا الأفضل أنه قبل يبلغ للمسؤولين أنه يستر عليه ويؤمر بالتوبة ويستر عليه. ستر مسلما ستره الله الدنيا والآخرة، ولا له سوابق ولا جرائم. نعم. أحسن الله عليكم. قول الله في سورة الدعاء: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك يصلح أنه في قبل السلام ويصلح أنه بعد السلام. والعلماء منهم من يقول أنه قبل السلام كشيخ الإسلام ابن تيمية، ومنهم من يقول أنه بعد السلام الحافظ بن حجر رحمه الله. والحاصل أنه يصلح في دبر الصلاة، يصلح آخر الصلاة ويصلح بعد الصلاة، لأن لفظ دبر يحتمل المعنيين، يحتمل المعنيين. شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يقولان إن الدعاء في نفس العبادة أفضل من الدعاء خارج العبادة. هذه وجهة نظر، الدعاء في نفس العبادة أفضل من الدعاء خارج العبادة، لذلك قالوا يأتي به قبل السلام. نعم. أحيانا نكون في البر وتقصر صلاة المغرب ولا يوجد ماء. نكون في البر وتقصر صلاة المغرب ولا يوجد ماء، علما أن المساجد لا تقبل عنها إلا مسافة كثير ومثل، فأمرهم بأن يتيمموا ويصلوا، لأنهم لو ذكروا الصوم يصلي كل واحد في بيته. لا، ما يصلح التيمم لأنهم واجدين للماء. إذا كان عنهم مسافة كيلو هذا موجود، الماء موجود، الله جل وعلا يقول فلم تجدوا ماء فتيمم، الكيلو هذا موجود الماء. والعلماء يقول يجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة، واحد يدل عليه قربه، يعني الكيلو هذا قريب. نعم، فلا يجوز لهم التيمم، عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يتوضأوا بالماء ويصلوا صلاة على الوجه المشروع. نعم. الله الله. ألا أقرب صلاة التهجد جهرًا وكذلك الدعاء؟ نعم، التهجد في الليل الأفضل الجهر، إلا إذا كان يتأذى بجهره أحد جنبه ناس يصلون تهجدون، أو عنده إنسان نايم، عنده إنسان نايم ويوقظ في الجهر فإنه يسر. أما إذا كان ما عنده أحد يأثر عليه الجهر أفضل في الليل. نعم. أحسن الله إليكم. هل إيش؟ من صلى متأخرا، اللي تأخر عن صلاة الجماعة يصير من صفات المنافقين، صفات المنافقين أنهم لا يحضرون صلاة الجماعة. قال صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام في المنافقين: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، يعني مع الجماعة، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. قال عبد الله بن مسعود: لقد رأيتنا
وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. والله وصف المنافقين بأنهم لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالواجب على المسلم أن يبادر للصلاة مع الجماعة حينما يسمع الأذان. حينما يسمع الأذان يتوجه إلى المسجد. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. حتى لو جاء وصلى بعدهم بالمسجد ما لا صلاة له حسب الحديث. نعم. أمر الله أنه قام الليل. ما على هذا الدليل. ما على هذا الدليل. إنما ورد دليل ضعيف لأنها تقرأ على المحتضر. على المحتضر تقرأ عليه ياسين ولكن الحديث ضعيف. نعم. من السنة الزيادة في التسليمتين لقول وركعه؟ لا. السنة المشهورة التي عليها العمل الاقتصار على رحمة الله. نعم. وأما بركاته هذه نادرة ليس عليها عمل. والإنسان ما يشوش على الناس يجيب لهم أقوال شاذة يشوش عليهم في صلاتهم علشان أنه وجد قول في هذا. لا يشوش على المسلمين في صلاتهم بنبش الأقوال الضعيفة والأقوال الشاذة. نعم. أتاكم الله المسؤول أي إذا صلى وحده ألا يسمع أحد؟ كيف؟ على ذمته. نعم. هل يجوز للمسؤول بالعمل أن يعطي الموظف إجابة غير رسمية في وقت طويل؟ هذا حسب النظام. لا تعطى الإجازات إلا حسب نظام الدولة. نعم. يا أخي زهدوا في القرآن وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف لا يزهدون بكلام هيئة كبار العلماء؟ العلماء بيّنوا الحمد لله واجتهدوا وبينوا. أما قوله بيرضي كل الناس هم صحيح هم مرضين كل الناس. إيه ناس لا يرضون بهذا ولا يريدون جمع الكلمة ولا يريدون معاقبة المجرمين. إيه ناس يشجعون على الإجرام يشجعون على الخروج على ولي الأمر يشجعون على الإخلال بالأمن. فيه ناس هذولا ما يرضيهم بيان هيئة كبار العلماء أكيد. لكن ما لا عبرة به. العلماء عليهم البيان والنصيحة وكونهم بيرضون كل الناس ما هو صحيح. ما يمكن هذا. نعم. الله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.